من أين للبنانيين أن ينتخبوا بحرية رجلا قوي مع وجود 30,000 جندي سوري وألوف من عناصر المخابرات و600,000 فلسطيني على أرضنا؟ إن انسحاب الجيش السوري من لبنان ضرورة وشرط لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة. ماذا يفعل بعد الجيش السوري هنا؟ إذا كان باقيا للإشراف على تقسيم لبنان فإنه أدى المهمة على أكمل وجه.